مدرسة لغة إنجليزية، خريجة أدب إنجليزي من جامعة دمشق. اشتغلت بمدارس ومعاهد مختلفة بدمشق، ومن خلال خبرتي بالتعامل مع الأولاد وهيك حبيت أني أنا هذا الشيء اللي عم أعمله مع الأطفال يكون يعني خلينا نقول أكاديميا أحسن. الصراحة الاعتماد كلغة كان على كورسات وعلى الثقافة العامة، على الكتب، محتوى من الإنترنت أكثر من أنه الأدب الإنجليزي. المحتوى على الإنستغرام أنا حبيت أنشر فيه الوعي لكل الأمهات، خصوصي الأمهات اللي مثلا مجالهم ما له علاقة بالتربية أو التعليم، كيف أنا وصل المعلومات للطفل وكيف أعطي الطفل الفكرة اللي أنا بدي إياها عن طريق نشاطات وهو ما يحس حاله في عبء أو يعني ضغط دراسة عليه. لازم أنا كمان يكون عندي مخزون لغوي كبير وكون قارية كتير لحتى أحسن أطلع أفكار وشعب هاي الأفكار بكتابة شي معين. مبدأ ينركز أكثر شيء على الريدينج لأني شخصياً بشوفه أنه هو أهم ركيزة من هدلول المهارات. لما نحن نطور القراءة عند الطفل لحالة رح تتطور الليسنينج والسبيكينج والرايتينج. نحن لازم نربيهم بطريقة متطورة، يعني المواكب هذا الشيء اللي نحن فيه. مثلاً نحن شفنا اهتمام أولادنا هلأ على الآيباد، على التاب، على الشاشات. منحاول ننزل لهم أبليكيشنز مثلاً مفيدة على التاب، تعليم عن طريق اللعب، وعم نوصل الأفكار من غير ما يحسوا انه هنين مضغوطين ولازم يدرسوا. مشان هيك انا برشت اعمل هذا المحتوى الاعلامي اللي عملته على الانستغرام كرمال انشر هي المعلومات وكل الامهات يعني يصير عندهم الاطلاع اللي انا صار عندي. أول مرحلة إني أنا علمه يقرأ لازم علمه أصوات الأحرف مو اسمه. مثلاً بقول له this is t، ما بقول له تي، بقول له ت. This one is ر، ما بقول له آر، عشان فوراً هو يهجي ويكتب. وفي كذا مفردة بقلب هاي اللعبة بتساعدنا أنه نحنا نطبقهم كلهم سوا ويصير عنده مخزون لغوي كمفردات، وكمان أنه هو قادر يجمع الأحرف سوا ويكتب الكلمة. الأم دائماً بالنهاية القدوة الأولى والأخيرة للطفل. شو بيشوفه طفلة عم تعمل هو لحاله رح يتصرف مثله ويعمل مثله. هلأ كنصيحة مو بس للأمهات، للأمهات والآباء والشباب كلياتهم، اللغة هي بالنسبة لنا أداة لحتى نحن نتواصل مع العالم. نحن كلياتنا لازم نتعلم ولو مبادئ ولو شيء بسيط يعني.